إلى مقدمة الشوط، نرى من تسيطر مع البداية، نرى من تحرز المركز الأول وتسيطر به في البداية. وعد لمحمد بن راشد بالضحاك المنصوري من يقدم لنا وعد مع مقدمة الشوط، تأتي متزعمة الجميع مع القيادة. المركز الثاني أشواق لسعيد بن راشد بن سعيد بن مشيط المري من يقدم أشواق. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث والوصول في ثالث المراكز بهذا المسار من عاجل لعلي بن يمعة بن علي بن حمد الدرمكي من يقدم لنا عاجل، ولكن من تغير إلى المركز الثالث في هذا الانطلاق اليمامة ناصر بن سيب سالم النيادي من يقدم لنا اليمامة وهي محتله المركز الثالث. خامس المراكز وصول مشاهدين الكرام من قبل الشاهنية مسفر من مبخوت بن سالم العقمي من يقدم لنا هذا الاسم للشاهنية مع المركز الخامس. المركز السادس وصلت في هذه اللحظات وانطلقت الظبي عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم الظبي نقلة مباشرة إلى المركز السابع في هذه اللحظات. وصلت مشاهدين الكرام يا سلام، تغير من مركز إلى مركز، لطيفة لناصر بن علي بن محمد القربوع المري. ثامن المراكز وصول في هذه اللحظات من تقدمت مشاهدين الكرام بهذا المسار هو الانطلاق، تغير من مركز إلى مركز واصل بك القوة اللي أعصار لمحمد بن علي بن حليس العفاري، غيرت مباشرة إلى المركز الخامس، انتقل مباشرة إلى المركز السابع. من تصل مشاهدين الكرام وتأتي في هذا المسار اللي هي أمجاد سعيد بن صالح بن سعيد القربوع المري. ثامن المراكز وصول مشاهدين الكرام وانطلاق في هذه اللحظات من قبل اللي هي أرى غزلان مبارك بن ثعلب، مبارك بن ثعلب بالحي المزروعي من يقدم لنا هذا الشعار والانطلاق لغزلان. تاسعي المراكز وصلت مكلفة لسلطان بن حارب بن مغير العميمي، وفي عاشر المراكز وصول من الشاهنية سيف بن غدير بن علي العرياني. هكذا النداء الأول في شوطنا الأول للمهجنات الأصايل، أكملناه بالوفاء والتمام. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة والصدارة والمركز الأول. وعد ما زال من تسيطر مع البداية تعلن هذا الحضور في هذا الصباح مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، ولكن من تغير مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول اليمامة. من تسيطر يا سلام مع الأمام والمقدمة والانطلاق الأول ناصر بن سيف بن سالم النيادي من يقدم اليمامة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، تليها مباشرة في ثاني المراكز صار لمحمد بن علي بن حليس العفاري من يقدم لنا هذا الشعار. وأعصار تغير أعصار مباشرة إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. المركز الثالث أرى اللي هي وعد محمد بن راشد بالضحاك المنصوري يا سلام. الرابع هي المراكز لطيفة ناصر بن علي بن محمد القربوع المري مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وقدوم مشاهدينا الكرام من عاقل لعلي بن يمعة بن علي برحمه الدرمكي من يقدم لنا هذا الاسم. وصلت الشاهنية مسفر من مبخوت بن سالم الأقمي، الكل بدي ينطلق من المشاركين، الناموس طعمه غير، الفوز عصمة الميادين، الكل بحث عن الانتصار. وصلت أمجاد تعود الملكية لسعيد بن صالح بن سعيد القربوع المري. الأسامي بدت تظهر، الشعارات بدت تنطلق من الجانب الآخر اللي واصل الطايف فايل بن حليس عويسي يا سلام، أول ذا على الطائف. هنا مشاهدينا الكرام تغير من مركز إلى مركز، الوصول من غادة راشد بن وفيد بن علي بن مجارح، بدأت الأسامي تنطلق هنا، ولكن الصدارة وين؟ المقدمة مع أعصار، الانطلاق الأول أعصاري في مقدمة الشوط معك يا بن حليس مسيطر بهذا الانطلاق بهذا المسار مع بداية المقدمة. والمركز الأول محمد بن علي بن حليس العفاري يا سلام، كيلو متر أخير لا بعد كيلو، وأعصار مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مسيطرة مع البداية. المركز الثاني الطايف، الطايف وصلت الطايف تعود الملكية لفايل بن حليس بن حسيبان العويسي يا سلام من يقدم الطايف. تتقدم هنا وتأتي وعد محمد بن راشد بالضحاك المنصوري القادم أحلى. وصلت أمجاد سعيد بن صالح بن سعيد
مع الرئيس الصباحي، اعصار مع مقدمة الشوط، اعصار مع البداية، اعصار بن حليس. من يسيطر مع البداية؟ اهالي لوغان، اهالي المصانع الجنوب، من يسيطرون مع البداية؟ مع ناموس هذا الشوط غادرت اعصار، انطلق بن حليس. هذا الشعار شعار النواميس، شعار الانتصارات، مشكور يا بن حليس. ولكن العويسي الطايف 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 بن حليس قادم بكل قوة، رافع راية التهديد. الطايف وأعصار، أعصار والطايف، هنا مشاهدينا الكرام الصراع الأبطال هو الأقوياء. أعصار ما تسلم، الطايف 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 وأعصار، ولكن الطايف الطايف وأعصار لمن الفوز؟ الطايف أعصار، الطايف 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 الطايف. ومشكور يا العويسي، وسلام يا السلطنة، سلام سلام بن حسيمان، سلام سلام يا سعيد يا بن حليس العويسي على هذا الفوز. هو الناموس صار مع المركز الثاني، قدمت عرض تشكر عليه ويشكر مالك محمد بن علي بن حليس العفاري. المركز الثالث كان من نصيب أمجاد سعيد بن صالح بن سعيد القربوع المري. رابع المراكز أصبح من نصيب الضبي علي بن سعيد بن علي الزلعي. خامس المراكز، المركز الخامس سلام سالم بن محمد بن مبارك بن عنوده العامري. نذهب مع التوقيت الأفضل والتوقيت الممتاز، 7:37 ثمانية من الأجزاء. تهانينا والناموس لفايل بن حليس بن حسيبان العويسي، وأيضا الشكر لك يا سعيد بن حليس على هذا الفوز والإبداع. وأسعد الله صباحكم يا أهل السلطنة على هذا الفوز، هو الانتصار مع التوقيت الأفضل. 7:37:9 من الأجزاء، قدمت عرض تشكر عليه ويشكر مالك محمد بن علي بن حليس العفاري اللي هي أعصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز، والناموس الثالث. المراكز من وصلت في ثالث المراكز أمجاد سعيد بن صالح بن سعيد القربوع المري، قطعت المسافة في زمن وقدر 7:42 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أيها المتابعون، أيها المستمعون الأفاضل الكرام عبر قنوات ياسر الرياضية والمستمعون عبر الأثير FM، أجدد الترحيب بحضراتكم من جديد مع تواصل هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات استكمالا ليوم الأمس وسن الحقائق في هذا الصباح، ومع هذه الأجواء الرياضية الجميلة والمميزة تتواصل الانطلاقات في هذا اليوم الذي خصصت فيه لسن اللقاية لأبناء القرية.